وإبراهيم كولينا وبغداد حماد الوافد الجديد. وهنا من البداية أن يباغت من البداية وكاد أن يسجل هدف، لو أتى لكان أسرع هدف في تاريخ هذه البطولة. الدرب الهجومي الدائم لمنتخب الكاميرون، أيوك وجيه وسوني وتأور، كرة داخل منطقة الجزاء العرضية ملعوبة تعود للمنتخب الكاميروني، ما زال يواصل بهجماته والرأسية هنا ملعوب، تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء وهنا الرأسية خارج أرضية الملعب، تمر إلى خارج أرضية الملعب، ارتضامها في مباريات ثابتة طوال الموسم، طوال الموسم. محاولة المرور من جانب منتخب الكاميرون، محاولة كانت من جانب بغداد، اللعبة وهجمة حقيقية لصقور الجديان، محاولة تعود للمنتخب الكاميروني وانطلاقة، ما زالت الكرة من جانب المنتخب الكاميروني، تقدم للأمام عن طريق المنتخب الكاميروني، كرة من ركلة ركنية وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، عانقت الجمال قبل أن تعانق المرمى، شوف في الإعادة كرة من وين جاية وتسديدة مرت في المرمى. تمر مباشرة هنا انطلاقة داخل منطقة الجزاء عن طريق المنتخب الكاميروني، انطلاقة أمامية وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، محاولة ملعوبة والتسديدة وإلى خارج أرضية الملعب.